طاعة الحكام. طاعة الحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المشاهدون، هذه هي الحلقة الثامنة من سلسلة الحلقات التي تتعلق بالمرويات عن نبينا صلى الله عليه وسلم في طاعة الأمراء. هذا حديث يروى عن علي بن حاتم رضي الله عنه، وهو مروي من طريق عثمان بن قيس الكندي عن أبيه عن علي بن حاتم أنه قال: قلنا يا رسول الله، لا نسألك عن طاعة من اتقى وأصلح، ولكن من فعل وفعل. وذكر شيئا من أمور الشر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب هذه الرواية: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وهذا الإسناد لا يعتمد عليه، ففيه عثمان بن قيس بن محمد بن الأشعث الكندي، ولم أجد فيه سوى أن ذكره ابن حبان في الثقات، وكذلك أبوه قيس بن محمد لم أجد فيه سوى أن ذكره ابن حبان في الثقات، وهو متساهل في التوفيق، فالسند ضعيف. وهذه رواية أخرى أو حديث آخر مروي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، مروي من طرق عن عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن جارية اللخمي عن أبي أمية الشعباني أنه قال: أتيت أبا ثعلبة الخشنية فقلت: كيف تقول في هذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ فقال حسب هذه الرواية: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن كقبض على الجمر للعامل فيهن مثل 50 رجلا يعمل مثل عمله. هذه الرواية لا بد من النظر فيها من حيث الإسناد أولا، فأقول عتبة بن أبي حكيم هذا الراوي صدوق فيه لين، وعمرو بن جارية وأبو أمية الشعباني ذكرهما ابن حبان في الثقات، ولم يوثقهما أحد من أئمة أهل الحديث، فهذا السند إسناد ضعيف. ثم إن المتن، انظروا إلى الغرابة التي فيه، هذا الراوي يروي أن أبا ثعلبة الخشني الصحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ماذا أفعل إذا وقع مثل ذلك يا رسول الله؟ يقول: فعليك بنفسك ودع أمر العوام. هذا ما يريد بعض الظالمين الجائرين أن يروجوه في الأمة، ولكن المتن مخالف للحديث الصحيح الذي رواه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خاطب الأمة وهو على المنبر وقال لهم: أيها الناس،
إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وأنتم تضعونها في غير موضعها، وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. فأي الروايتين هي الأولى وهي الجديرة؟ هل الرواية المروية عن أبي بكر رضي الله عنه بالسند الصحيح في معنى وتأويل هذه الآية، وهي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، فإن الله عز وجل يوشك أن يعاجلهم بعقوبة وعقاب من عنده، أو هذه الرواية المروية بالسند الضعيف عن أبي ثعلبة الخشني؟ لا يستويان. وهذه رواية أخرى عن صحابي هو أبو ليلى الأشعري، مروية من طريق محمد بن عبد الله بن نمران عن أبي عمرو العنسي شراحيل بن عمرو، ومن طريق آخر عن محمد بن أبي قيس، كلاهما عن سليمان بن حبيب عن عمرو بن لدين عن أبي ليلى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله أنه قال: تمسكوا بطاعة أئمتكم ولا تخالفوهم، فإن طاعتهم طاعة الله وإن معصيتهم معصية الله. هل هذا حديث يصح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لا، ففي طريقه الأول محمد بن عبد الله بن نمران، وهو منكر الحديث، عن شيخه أبي عمرو العنسي شراحيل بن عمرو، وهو ضعيف جدا. وفي طريقه الثاني محمد بن أبي قيس، وهو مشهور بالكذب ووضع الحديث، فهذا الإسناد تالف غير صحيح ولا مقبول أصلا، وهو مكذوب ومفترا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذه أحاديث كثيرة تتحدث عن وجوب السمع والطاعة للأمراء بصفة عامة دون النظر لما يعملون ولما يقدمون في سبيل الأمة وفي سبيل النصح للأمة. هذه الأحاديث توجب على الأمة الصبر وعدم المنازعة لولي الأمر مطلقا مهما طغى وبغى وظلم وفجر. وفي بعض هذه الأحاديث النص على الاكتفاء بمجرد الصلاة، فإن الإمام أو الأمير إذا صلى وفعل كل الموبقات وضرب ظهور الناس واعتدى على كرامتهم وحرماتهم، بل وانتهك الحرمات ونهب الأموال وأخذ الأموال الكثيرة وهربها إلى البلاد الأخرى التي يخطط أن يلجأ إليها لينفق هذه الأموال في سخط الله تعالى وفي الفسق والفجور والإثم والمعصية، ولكنه جاء أمام الناس وصلى يوم العيد، وإذا بعدد من الذين لا يفقهون دين الله تعالى يقولون: إن هذا نحن قد بايعناه على السمع والطاعة، وإن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمرنا بأن نسمع له ونطيع مهما أثم وطغى وبغى وفجر. فأقول أيها الإخوة الكرام، هذه الأحاديث ليست ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأكرر القول وأعيد: قال أئمتنا: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولكن هل يجب علينا طاعة الأمراء أهل العدل وأهل التقوى والصلاح؟ انتظروا إلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
طاعة الحكام. طاعة الحكام.